كما تفضل بذلك الدكتور خالد الصمدي كاتب الدولة المغربي في التعليم العالي. هذه الزيارة كانت فرصة ثمينة ومفيدة لكي نقف شخصيا مرة أخرى على أهمية مدينة الثقافة كصرح ثقافي عصري في مشهد تونسي ديمقراطي واجتماعي وسياسي متحرك وفيه دينامية بحق لافتة للأنظار. أنا أعتبر هذا الصرح مفخرة لتونس وهي حضن دفيء لكل المبدعين التونسيين، ولكن أيضا تهيئ فضاء مجهز لكل السفارات والسفراء المنتدبين هنا في تونس لتنظيم تظاهرات ثقافية ولدعم التفاعل الثقافي ما بين تونس والدول الأخرى. أنا أعتبر بأن هذا الفضاء هو معلمة تونسية تشير وتحيل على الحداثة التونسية منذ القدم، وأيضا على توق تونس لفتح آفاق جديدة للتفاعل الثقافي مع الآخر ولتقديم منتجات وإبداعات والعوالم الإبداعية لكل المثقفين في تونس. فأنا أحس بأن هذا المكان هو مكان للجميع وهو منصة هائلة للدفع بالإشعاع الثقافي تونس. فكل خير لتونس والرب يحفظ تونس، وتونس هي تونس الحداثة ولن ينال منها أي إرهاب، لأن تونس هي بلد الحوار، بلد التثقف، بلد القبول بالآخر. فمزيد إن شاء الله من الإنجازات لهذا البلد العزيز علينا.